وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص بالشأن التركي فوزي ذاكر أغلو. أهلا ومرحبا بك أستاذ فوزي. بداية، ترامب يقول إنه سيدمر تركيا اقتصاديا إذا ما قامت تركيا بمهاجمة الأكراد بعد انسحاب قواته من سوريا. بداية، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ مساء الخير لكم أستاذ المشاهدين. أولا، هناك مغالطات كثيرة بما يبحث أو ما بحث به وكتبه السيد ترامب. أولا، تركيا لم تهدد الأكراد حتى الآن ولا تهدد الأكراد، ولا ننسى بأن جزء غير يسير من الشعب التركي هو من القومية الكردية، وكثير من المسؤولين أصلا في تركيا هم من القومية الكردية. الفرق أو المشكلة في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفرق ما بين منظمات إرهابية يعني تدعي بأنها تمثل القومية الكردية، وما بين القومية الكردية التي أصلا كثير من مكوناتها لا يعترف بهذه المنظمات الانفصالية التي تدعي تمثيله. هذا أولا. ثانيا، يعني تركيا ليس لديها طمع في دخول أي أراضي وفي يعني احتلال أو يعني الانقضاض على أي قطعة من أي أرض من أي بلد مجاور أو غير مجاور، وتركيا كانت كثيرا قد يعني نبهت على هذه النقطة. كل ما هنالك، كل ما يهم الشأن التركي، أنها تركيا لا تريد أن يكون هناك تهديد لأمنها القومي من قبل جماعات معروف أنها تطالب بأراضي في تركيا وتطالب بأن يكون لديها يعني دولة تتوسط تركيا سوريا العراق وإيران، وتطالب بأراضي كثيرة داخل تركيا لهذه الدولة. هذا الذي تعارضه تركيا ولا تريده أن يحدث، ولهذا تريد إبعاد هذا الخطر عن حدودها كما فعلت في منطقتين سابقتين في سوريا، حيث كانت تتمركز هناك منظمات إرهابية، إن كانت في منطقة درع الفرات حيث تم طرد كما نعلم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بعيدا عن الحدود التركية، وفي منطقة عملية درع غصن الزيتون حيث تم طرد أيضا نفس هذه المنظمات الانفصالية التي تتبع جميعها إلى ما يسمى بحزب العمال الكردستاني PKK. طيب أستاذ فوزي، يعني نحن الآن أمام معضلات ملء الفراغ الأمريكي في سوريا. برأيكم، هل الحل الأمريكي بإنشاء منطقة عازلة يمكن أن ينزع فتيل الأزمة المتفجرة؟ تركيا ليست لديها هذه المعضلة، ليست تركيا معنية بملء الفراغ الذي يعني ينتج عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من شمال شرق سوريا. تركيا هدفها الرئيسي هو إبعاد هذا الخطر، المنظمات الإرهابية الانفصالية عن حدودها، واتفاق 20 ميل يكفي تركيا لأن تبعد هذا الخطر عن حدودها. لهذا هناك مغالطات في هذه يعني التغريدة. يقول من طرف بأن إنه يعني يفهم من كلامه بأنه وعد بأن يكون هناك منطقة يعني ليس فيها أي مكون من هذه التنظيمات الانفصالية، ويعني عمق هذه المنطقة 20 ميل وهو ما يكفي تركيا، ومن ثم يهدد تركيا في نفس التغريدة ويقول سنقوم بحرب اقتصادية وحصار اقتصادي إن كانت قامت بقتل الأكراد في خارج تلك المنطقة التي هو أصلا يتعهد لتركيا بأن لا يكون فيها أي من هذه المكونات الانفصالية. يعني أظن بأن يعني ترامب يحاول أن يفسر أو على الأقل يعني يقنع وسائل يعني الإعلام بأنه بالحقيقة ليس هناك أي اختلاف ما بين هو كشخص كرئيس الجمهورية وما بين يعني بعض وزراء ومسؤولين في إدارته الذين حتى الآن يعارضون خروج الولايات المتحدة الأمريكية من شمال شرق سوريا، والحجة واضحة حماية الأسرات. طيب أستاذ فوزي، يعني في ظل كل هذه المعطيات التي ذكرتموها، هل تعتقدون أن عملية شرق الفرات ستتأجل؟ أتوقع بأن ولا ترامب يريد أن هذه العملية تتأجل، ولا تركيا تريد وتقبل بأن يتم تأجيل هذه العملية. كل ما هنالك هو الآن يلعب الآن ترامب على يعني أنغام أنه انسحابه من تلك المنطقة لن يؤذي ما يسميهم بالأكراد، وهم بالحقيقة شعب أو جزء من شعب سوريا،
وهو ما يدعيه أو يحتج به بعض أفراد من إدارته لعدم الانسحاب. ولهذا أظن أن التغريدة ليست موجهة لتركيا أصلا، هي موجهة للإعلام وموجهة إلى أفراد من إدارته نفسه. نعم، المتخصص في الشأن التركي الأستاذ فوزي ذاكر أوغلو، كنت معنا من إسطنبول عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.